لترسم إمارات الخير ابتسامة على شفاه محرومة من الحق في الحياة الكريمة. تمتد مسيرة العطاء والدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لشعبنا الفلسطيني منذ نصف قرن وإلى يومنا هذا، لتشمل كل مجالات الكرم العربي الأصيل، بدءاً بالدعم السياسي المطلق لقضيتنا العادلة في كل المحافل، مروراً بدعم كفاح شعبنا من أجل الحرية والاستقلال، وصولاً إلى المشروعات الداعمة لصمود شعبنا على أرضه، ممثلةً في مشروعات البنية التحتية والإسكان ودعم الشرائح الاجتماعية المختلفة وتمويل برنامج المصالحة المجتمعية وبرامج دعم الصيادين وتحرير الشهادات الجامعية لصالح الطلاب الخريجين ومشاريع الطرود والقسائم الشرائية للمواد الغذائية للأسر الفقيرة والحقائب المدرسية والكسوة الشتوية ومشروع فك الغارمين. وصولاً إلى هذا الدعم السخي للقطاع الصحي الممتد قبل وبعد وقوع جائحة كورونا، حيث أنشأت إمارات الخير جسراً من المساعدات إلى فلسطين، حمل معه المستلزمات والأجهزة الطبية المختلفة وسيارات الإسعاف ومحطات توليد الأكسجين ولقاحات فيروس كوفيد-19. والآن جاء السخاء الإماراتي في إنشاء هذا المستشفى الميداني الذي سيقدم الخدمة والرعاية الصحية لمئات الآلاف من أبناء شعبنا في قطاع غزة، ويعزز منظومتنا الصحية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى ما يساعد كوادرنا الطبية على مواجهة تبعات وتداعيات هذه الجائحة. باسمنا جميعاً وباسم كل الأهل في قطاع غزة، نتقدم بالشكر والعرفان والامتنان البالغ لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، ونخص بالذكر القيادة الحكيمة ممثلةً بالشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد ولي العهد الأمين، وأشقائهم وكل حكام البلاد، داعين المولى تبارك وتعالى أن ينعم على إمارات زايد الخير بالنهضة والسلام والاستقرار والأمن، وأن يحميها من كل الشرور، وأن تظل كما عهدناها واحةً لكل العرب، وظهيراً ونصيراً دائماً لشعبنا الذي يعرف كيف يصون العهد والوعد، ويعي تماماً قيمة الوفاء بين الناس. تحية إكبار للأخ القائد محمد دحلان، عنوان الخير لشعبنا في غزة العزة وفي الضفة الباسلة وفي مخيمات الشتات. وفقكم الله جميعاً وسدد على الدرب خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم ليس فقط للاحتفال بافتتاح هذا المستشفى المهم لشعبنا المحاصر في قطاع غزة، بل نقف اليوم لكي نشكر من وقف وساهم وساعد أبناء شعبنا عندما كان بحاجة إلى هذه المساعدة. ولأن الشعب الفلسطيني ليس ناكراً للجميل، ولأن الشعب الفلسطيني يعرف كيف يشكر من يقف إلى جانبه، فنحن هنا لكي نقول للإمارات قيادة وحكومة وشعبا، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم. الشعب الفلسطيني
يعرف كيف يحفظ الجميل. دعوني هنا وباختصار شديد أتحدث عن بعض ما قدمته الإمارات خلال الأعوام الماضية، لأن هناك من يعتقد أن الأمور تقتصر على بعض القسائم الشرائية وبعض المساعدات هنا وهنا. لا، ما قدمته الإمارات هي أرقام كبيرة جدا. أول هذه الأرقام أن الإمارات قدمت من خلال الأونروا وللأونروا 830 مليون دولار، اسمع الرقم، 830 مليون دولار منذ 2013 ل 2020، منهم 100 مليون دولار على عامين 18 و19 عندما كانت إدارة الرئيس ترامب تقاطع وتفرض حصارا على الأونروا. ثانيا، أقامت الإمارات مجمعات سكنية في رفح، في خان يونس، في الشمال بملايين الدولارات. ثالثا، فيما يتعلق بالقطاع الصحي، ربما الآن عندما نسمع أن الإمارات فقط في هذا الشهر أدخلت مليون جرعة، أمر طبيعي الآن، أمر طبيعي، ولكن عندما دخلت أول 20,000 جرعة في بداية جائحة كورونا كانت دول عظمى ودول كبيرة غير قادرة على تأمين هذه الكمية، وكانت غزة أول من استفاد من هذه الجرعات بمساعدة الأخ النائب محمد دحلان الذي يتابع مع القيادة الإماراتية هذا الأمر. دخلت 20 جرعة، 20,000 و40,000 و250,000 وآخرها المليون جرعة. لم يتوقف هذا الأمر في دعم القطاع الصحي. في ظل حاجة وزارة الصحة لتعزيز شبكة الإسعافات، نعم، وبناء على طلب الإخوة هنا تم تأمين 30 سيارة إسعاف، وفي ظل حاجة الدفاع المدني إلى سيارات ورافعات تم تأمين سيارات للدفاع المدني. هناك دائما تكون تلبية المطالب عندما يكون هناك حاجة، وفي ظل حصار خانق على هذا القطاع الحبيب حتى أيام العدوان. هل تذكرون في العدوان 2014 عندما جاء وفدا إماراتيا من الهلال الأحمر الإماراتي ب50 وافد اقتحموا الحصار لإنشاء مستشفى وتقديم مساعدات؟ ومع ذلك وإضافة إلى ذلك تم مساعدة كل عوائل الشهداء الذين استشهدوا أبنائهم خلال عدوان 2014، وتم تقديم مساعدات للجرحى أيضا. أما في العدوان الأخير امبارح، أيضا لم تقف الإمارات ولم يقف تيار الإصلاح الديمقراطي مكتوف الأيدي عاجزا عن تقديم المساعدات وإن كانت بسيطة. تم تأمين سولار للبلديات والمجالس لكي تستمر ضخ المياه إلى البيوت في ظل القصف، وغير يستمر خدمات عمال البلديات في تقديم خدماته، إضافة إلى إدخال سيارات الإسعاف فوراً وإدخال سيارات الدفاع المدني. هناك العشرات من المساعدات التي قدمت إلى قطاعات هي بأمس الحاجة،
عندما يتم افتقاد الصيادين الذين تطاردهم زوارق الاحتلال في البحر ولا يستطيعون أن يقاوموا هذا العدوان الإسرائيلي، عندما يتم تقديم مساعدة لهم وإن كانت بسيطة وإن كانت متواضعة، ولكنها تذكير أننا مع الشعب الفلسطيني، أننا نساند الشعب الفلسطيني. عندما يتخرج طالب تخرج منذ 7 سنوات في الجامعات، كل الجامعات على رأس الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر، عندما يتخرج قبل 7 سنوات ولا يستطيع أن يحرر شهادته، وتأتي الإمارات لتقول هنا نحن مستعدون لأن ندفع للجامعات كل هذه المبالغ لتحرير الشهادات، نعم هذا عمل إنساني كبير. عندما يتم دفع أقساط، عندما يتم مساعدة الأزواج الذين لا يستطيعون الإنجاب، عندما يتم تنظيم أعراس جماعية لمن لا يستطيع، للميسورين، إلى آخره من الإنجازات. هنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن فقط أريد أن أقول للإمارات، الحكومة والقيادة والشعب، أن الشعب الفلسطيني هنا وفي هذه المناسبة، افتتاح المستشفى، مستشفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقول لهم شكراً لكم على هذا الدعم، نرجو أن تواصلوا دعمكم بدون توقف. الشعب الفلسطيني وبالتحديد في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى هذا الدعم. شكراً لكم جميعاً. أشكركم جزيل شكر، وأنتم تحضرون هذا الاحتفال وهذا الاحتفاء بافتتاح المستشفى الإماراتي الميداني، مستشفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي تمت فيه الدعوة من وزارة الصحة بالتعاون والشراكة والتيسير من حركة التحرير الوطني الفلسطيني تيار الإصلاح الديمقراطي، فلكم كل الشكر والتقدير، وأنتم تلبون اليوم هذه الدعوة وتشرفون بافتتاح هذا المستشفى الذي يأتي تتويجاً لجهود ممتدة ودعم متواصل. لعلي لا أستطيع أن أحيط به، لكن آتي على بعض منه ليس بعيد عن هذه الساحة. كان الإمداد للأكسجين بأكبر محطة توليد أكسجين لمستشفيات قطاع غزة، كانت عن طريق هذا العمل الكبير من الإخوة في التيار الإصلاح الديمقراطي ودعم من الإمارات العربية المتحدة. وإذا ذهبنا إلى سيارات الإسعاف وإلى اللقاحات وإلى الأدوية والمستهلكات فالأمر فيها أيضاً يطول، لكن اليوم نقف إلى هذا المستشفى الميداني الذي يأتي تتويجاً كما ذكرت لهذه الجهود الحثيثة والممتدة. إخواننا الكرام، قطاع غزة في هذه اللحظات على وجه التحديد يعيش في ذروة الموجة الرابعة لهذه الجائحة والتي لا نعلم متى ستنتهي، فافتتاح هذا المستشفى في هذا الوقت إنما هو يأتي في الوقت المناسب ويأتي لتدعيم وقدرات وزارة الصحة في هذا الحصار أو في ظل هذا الحصار الغاشم الذي أتحدث الآن معكم وهناك أجهزة طبية يمنعها الاحتلال لمدة تزيد عن العام الكامل، فيحرم وزارة الصحة ويحرم المواطن الفلسطيني من الوصول للخدمات الصحية، ويمنع الوزارة من تعزيز قدراتها في ظل هذه الجائحة ومواجهتها. هذا المستشفى لا يتيح فقط العلاج لهؤلاء المرضى الذين أصابهم ويصيبهم هذا الداء، وإنما يؤمن بطريق آخر بقاء الخدمات الأخرى تمضي على مدار الساعة. فمع وجود هذا المستشفى ستتمكن وزارة الصحة من تقديم باقي الخدمات التي نضطر في لحظة الذروة دائماً لإيقافها وإخلاء المرضى وإيقاف العمليات وتحويل بعض الحالات أو عدم استقبالها. كل الشكر والتقدير لمن يقف إلى جانب الإنسان الفلسطيني في ظل هذه المحنة وفي ظل هذا الحصار الغاشم. كل الشكر والتقدير لإمارات الخير، كل الشكر والتقدير لتيار الإصلاح الديمقراطي، وأسأل الله سبحانه وتعالى
أن دائماً يسير ويسخر لأهلنا من يقف إلى جانبه في ظل هذه الظروف الصعبة. كل الشكر والتقدير لكم على حضوركم وتشريفنا في هذا الافتتاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.